صباح الخير متابعينا متابعين طقس العرب الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الأجواء نهار هذا اليوم مشمسة ومستقرة في عموم مناطق المملكة، أما درجات الحرارة العظمى في العاصمة عمان نهار هذا اليوم تصل إلى 20 درجة مئوية وأجواء صافية. درجات الحرارة الملموسة تصل إلى 19 درجة مئوية ونسب الرطوبة تصل إلى 72%، أما سرعة الرياح تصل إلى 19 كيلومتر في الساعة، وهناك هبوب للرياح الشرقية في عموم مناطق المملكة. أما درجات الحرارة في المدن الأردنية نهار هذا اليوم، ونبدأ من المناطق الشمالية، في إربد 23 نهارا 12 ليلا، المفرق 22 10 ليلا، جرش 22 12 درجة مئوية ليلا، وعجلون 20 و 12 درجة مئوية ليلا، وأجواء مشمسة ومستقرة في المناطق الشمالية. أما المناطق الوسطى من المملكة والبلقاء 21 12 ليلا، الزرقاء 23 10 ليلا، عمان 20 والصغرى 13 درجة مئوية، مادبة 23 و 12 درجة مئوية الصغرى، البحر الميت 27 و 18 درجة مئوية، وأيضا أجواء مستقرة ومشمسة في المناطق الوسطى من المملكة. أما الكرك 19 10 ليلا، طفيلة 16 13 ليلا، معان 20 9 درجات مئوية ليلا، والشيراح 17 12 درجة مئوية ليلا، والعقبة 29 19 درجة مئوية ليلا، وأيضا أجواء مشمسة ومستقرة. أما المناطق الشرقية من المملكة، ورويش 22 ليلا 8 الصغرى، الصفاوي 23 الصغرى 9، والأزرق 24 والصغرى 10 درجات مئوية، وأيضا أجواء مشمسة ومستقرة. كما ذكرنا سابقا هناك هبوب للرياح مع استقرار هذه الأجواء، وتكون هذه الرياح مستقرة وخفيفة إلى معتدلة السرعة. كان كل ذلك إلى هذه اللحظة، سنوافيكم بباقي التفاصيل خلال النشرات القادمة. لا تنسوا متابعتنا عبر قناتنا على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس. إلى اللقاء.